إذا كانت بنتي بدها تنتحر بس لأنها ممكن تنقذ حياة أختها، إيه تنتحر. لو سمحت طلقني. أنا بحاجة مساعدتك. رح نزننهم ونشتغل فيهم. عن جد عم تحكي؟ إيه ماشي، أنا موافقة وأنا معك. وأنا موافقة ومعكم يا بنات. من هلأ رح نبلش. بابا شبك، شو صار لك؟ اضغط عليها شوي، خليها ما تعرف تتنفس. يا الله، رح أبعت لك ورقة طلاقك بكرة. امرأة والله ونقشت معك. يومياً 7:15 على الـ MTV.